السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا النهاردة في شرح جديد. معانا النهاردة تطبيق جميل جدا نقدر من خلاله أننا نعمل صورة مصغرة ونقدر أننا نعدل كمان على الصور بتاعتنا، يعني نقدر نعدل على الصور ونعمل صورة مصغرة لليوتيوب بطريقة احترافية وعن طريق الموبايل وبطريقة سهلة بإذن الله. التطبيق مجاني 100%، وهتلاقوا الرابط بتاعه أسفل الفيديو، تقدروا تحملوه مجاني وبدون إعلانات. يلا بينا على طول نشوف التطبيق بتاعنا النهاردة، وياريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. يلا بينا. أهلا بيكم معنا النهاردة مرة تانية، ومعانا تطبيق جميل جدا هتعدل من خلاله على جميع الصور بتاعتك، وتقدر تكتب عليها بطريقة سهلة، وتقدر انك تعمل مؤثرات جمالية جميلة جدا على الصور الخاصة بيك، او لو حبيت تعمل صورة مصغرة لقناتك على اليوتيوب تقدر من خلال التطبيق ده بكل احترافية وبسهولة بإذن الله. مبدئيا هنحمل التطبيق من الرابط اسفل الفيديو، وهنثبته بالطريقة الطبيعية زي اي تطبيق، مفيش اختلاف. التطبيق بتاعنا اسمه بوستر شوب، هنحمله وهنثبته على الموبايل بتاعنا بالطريقة الطبيعية، وهنفتح التطبيق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا هيدينا في الاول مرة سماح للوصول لصلاحيات، هنوافق عليها كلها. هيفتح معانا التطبيق بالواجهة اللي حضراتكم شايفينها دي، وبيديني خيارين في الاول. الخيار الاولاني تصميم جديد او قوالب. يعني ايه قوالب ويعني ايه تصميم جديد؟ تصميم جديد ان انا بصمم الصورة المصغرة، او اني اعمل صورة على ايدي من خلال البرنامج من بدايتها خالص، من زيرو لعند ما انتهي من تصميم الصورة. لكن قوالب بيساعدني انه بيديني خلفيات وبيديني اشكال ان انا اكتب عليها بس واعملها صورة مصغرة بدون تعب. تعالوا نشوف مع بعض القوالب زي ما حضراتكم شايفين قوالب كتير جدا، وتقدر تعمل لها تحديث وتنزل قوالب جديدة. مثلا لو اخترنا اي قالب من دول، وليكن مثلا ده، بضغط عليه ضغطة واحدة وبطلع على علامة صح اللي فوق خالص دي، اضغط عليها بيظهر لي القالب بتاعي بالشكل ده، وبقول لي اكتب دون كتابة هنا، يعني اكتب كتاباتك هنا اللي انت عايز تكتبه. بمسح كل ده وباجي على كلمة إضافة اللي تحت خالص دي، وبضغط إضافة وبضيف نص، وليكن هشوف هنا الفيديو بتاعي بيتكلم عن إيه، وهكتب اللي أنا عايز أكتبه على الصورة المصغرة لقناتي على اليوتيوب. وليكن مثلا هكتب صورة مصغرة، وهضغط على علامة صح اللي فوق خالص دي، هيجيب لي شكل الخط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وهنحتاج هنا ان احنا نتنقل على المرحلة التانية وهي الخطوط. وميزة التطبيق ده ان بيديني كمية خطوط رهيبة وجميلة جدا. هختار مثلا اعرض خط او الخط اللي عاجبني بالشكل ده. طيب انا عايز اجيب كلمة صورة مصغرة جنب بعضها، مش عايز كلمة صورة فوق وكلمة مصغرة مثلا تحت، عايزهم جنب بعض. بقلب انا كده لعند ما اوصل للحجم زي ما حضراتكم شايفين ده الحجم، هضغط عليه وهصغر لعند ما يكونوا جنب بعض، تمام. وبضغط علامة الصح اللي فوق خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. اقدر ان انا احرك الصورة براحتي خالص، حرية كاملة وباحترافية وبطريقة سهلة. يعني بتعمل شكل جمالي للصورة المصغرة، او سواء صورة ليك شخصية، بطريقة جمالية جدا وباحترافية وبدون انك تتعب في شغلها. يعني لو لاحظنا الصورة دلوقتي يعني ما عملناش لسه حاجة، وشكل الصورة جميل بإذن ربنا، نقدر ننزله على فيديوهاتنا على اليوتيوب، نعمل بها اي حاجة خاصة بينا. هنيجي على المرحلة التانية او الحاجات الجمالية اللي ممكن نعملها. هنضغط على الكتابة اللي كتبناها ونختار لون يكون ظاهر وواضح
في نفس الوقت مثلا ده او ده، والله هختار اللون اللي يعجبني او اي لون شايفه ان هو كويس هعمله تمام، وهضغط على علامة صح اللي فوق خالص هيكون مثلا شكله كده. وعندي كمان في الوان تدريجية، الوان التدريجية دي ممكن مثلا لونين مع بعض بالشكل ده، فالتطبيق فعلا جميل جدا ويستاهل ان احنا نحمله، وهيساعدنا كتير بالذات الجماعة اللي هم شغالين في اليوتيوب هيريحهم كتير جدا وبالذات عن طريق الموبايل. فالفكرة جميلة وسهلة والتطبيق مجاني، نقدر ان احنا نتحكم بسهولة ونقدر خيارات كتير جدا جدا نعملها. يعني مثلا عندنا اضافات، نقدر نضيف صورة من الاستوديو، نقدر ننزل هندسيات، نقدر نرسم بالفرشة، نقدر ننزل تصميمات احترافية جدا زي مثلا الشريط ده، اي شريط من دول ونكتب فيه ونغير لونه. في مميزات رهيبة فعلا، برنامج يستحق ان احنا ننزله. التطبيق فعلا من اول ما نزلته عندي على الموبايل وانا ما بشتغلش الصور المصغرة غير بيه، ويا رب يكون في التوكو عن الصور المصغرة بطريقة تساعدكم في عمل صورة مصغرة بشكل جمالي جدا وتقدر تجذب لكم مشاهدين للقناة بتاعتكم. تعالوا نشوف الخطوة التانية من التطبيق، وهي انا اسف ان انا طولت عليكم لكن عايز اوريكم كل حاجة في التطبيق بحيث لو حملتوا التطبيق تعرفوا تستخدموا التطبيق بطريقة سهلة علشان ما تتعبوش في شروحاتي. تصميم جديد ده ان انت بتعمل صورة مثلا من الاستوديو، خلفية ملونة، تصميم فارغ براحتك. فهناخد مثلا خلفية ملونة ونختار اللون اللي احنا عايزينه، مثلا بيديني الخلفية الملونة وبضغط على علامة صح. ده شكل اللي انا هكتب عليه او اعمل اي حاجة كده. انا خدت تصميم فارغ من اوله بحيث اصممه انا على مزاجي. ممكن يكون عندي صورة ليا، صورة للحاجة اللي بتكلم عنها في فيديوهاتي على اليوتيوب، اقدر ان انا اجيبها من الاستوديو. بضغط على كلمة اضافة وبختار من الاستوديو وبختار اي صورة انا محتاجها. تمام، نقدر تحكم كامل نعمله في الصورة التصميم الفارغ. بنضيف صورة مثلا لقناتنا لأي حاجة أو الموضوع اللي بنتكلم عنه في الفيديو بتاعنا، بننزل الصورة الخاصة بيه وبنضيف إمكانيات جميلة جدا. عندي فلاتر، عندي حاجات جميلة جدا، عندي ميز كتير جدا. هنا لو عملنا إضافة زي ما عملنا كده نقدر مثلا نضيف ملصقات، نقدر نضيف ملصقات مثلا كده ونتحكم في حجمها بطريقة سهلة جدا. نضغط على المساحة اللي فوق وبنصغر حجمها زي ما حضراتكم شايفين، ونحركها ونكتب جنبها الكلام اللي احنا عايزينه، ونقدر نحفظ الصورة من هنا. بنضغط هنا حفظ الصورة وبنختار الصيغة JPEG وبنختار اعلى حاجة ممكن ناخدها في الاصدار المجاني، وبنضغط موافق اللي هي تحت دي، وبكده يكون اتحفظ معانا الصورة ونقدر نعمل صور مصغرة ونعدل على جميع الصور الخاصة بينا سواء في الاستوديو او في اهتمامات كتيرة جدا. واسف ان انا طولت عليكم لكن الشرح ده جميل وكان لازم نستفيد منه. التطبيق بجد هيعجبكم، وياريت وبكده يكون خلصنا شرحنا النهاردة. وياريت قبل ما تقفلوا الفيديو تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.